بعد كل فرح ريادي في أنحاء العالم تشتعل السماء بالألعاب. وعلى النقيض ريادي غزة وأهلها سماء في فلسطين تومض بالصواريخ الإسرائيلية عدوانا لابتهاجا. غزة تريد واقعا تتحرك فيه الأصوات تجاهها مع كل ركلة بل ضربة تفجير تهز أرضها، لكن الواقع يقول إن غزة المحاصرة زادتها اختناقا الأصوات الساكتة عن التضامن. إلا أن من صنع الاستثناء الذي كان من المفروض أن يكون قاعدة هم المنتخب الجزائري الذي تبرع ب100,000 دولار لأطفال غزة، وصار على نحوه النادي العربي القطري الذي قررت إدارته تخصيص مداخيل جميع مباريات النادي خلال الموسم الريادي 2013-2014 لأهالي غزة. وما عداه من الرياديين العرب الاستفهام أبلغ وصف. في الملاعب العالمية كل تسديدة قوية يقال عنها بميادين الكرة مجازا أنها صاروخية، لكنها في غزة حقيقة جلية. غزة كلها ملعب والعالم مدرجات تتفرج، إلا البعض من اللاعبين أو مشاهير الريادة الذين لم يخفوا مشاعر الإنسانية ولم يخفوا لسان التضامن وراء أسنانهم. فبالوتيلي ندد بما حصل لأطفال الشاطئ مناديا بوقف الحرب، شأنه شأن الماني كانوتي والألماني إيمري. وتضاربت التقارير الصحفية حول البعض الآخر من اللاعبين، ولم يجد رئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر إلا الشعور بالأسى والقلق. التضامن بالصوت المسموع ربما هي التفاتة تسجل بها الأهداف ولو معنويا. فالرياديون من عادتهم أن يحتضنوا بعضهم بعد كل فرح، لكن رياديو غزة وفلسطين احتضنهم الموت. أهل غزة ومعها الوطن فلسطين يرددون دائما بأنهم يودعون الغروب في بلد مشرق على الدوام.